36 منصة رقمية تضمن خدمة إلكترونية في قطاع الضمان الاجتماعي، قطاع جعل من الرقمنة أحد المحاور الأساسية لتقريب الإدارة من المواطن. خدمة التعرف على ملامح الوجه، والتي من شأنها أن تجنب المتقاعدين خاصة المسنين والمرضى منهم عناء تنقل لاستصدار شهادات الحياة من مصالح البلديات. 2، منصة الحساب الفردي للناشط الأجير على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد سينار للاطلاع على مساره المهني وفترات وقيمة اشتراكاته وكذا الجهات المستخدمة تحضيرا لتقاعده. 3، خدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد. 4، خدمة الحساب الإلكتروني للتقاعد على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وخلال اللقاء الخاص برقمنة قطاع العمل والضمان الاجتماعي، كشف وزير الرقمنة والإحصائيات عن تسجيل أكثر من 200 مشروع لعصرنة الإدارة، إجراءات تتماشى وتوجه الحكومة لتقليل العبء عن المواطن. 74% منها موجهة للاستعمال الداخلي. Ce sont les applications internes. Il s'agit d'applications qui concernent par exemple la gestion des ressources humaines, la gestion des stocks. 15% موجهة لتقريب الإدارة من المواطن. 15% يعني تقريبا 35 عملية تطبيقية رقمية. 8% موجهة لتقريب الإدارة من المؤسسات الاقتصادية. تحقيق العصرنة في مجال الاستعمال الإداري من شأنه توفير خدمة سريعة ومواجهة البيروقراطية الإدارية التي كثيرا ما أنهكت كاهل المواطنين.